نشكروا كذلك الحضور ديال معالي السفير الفاتيكان بالمغرب اللي شرفنا لمصادر مسؤولي الفاتيكان شرفنا اليوم في هذا الإفطار. هو إفطار عنده أكثر من رسالة. شكات على سعادة السفير اللي حضر معنا اليوم. فكنشكر الجميع على اللي حضروا معنا. أشكر كذلك ممثلي الصحافة الوطنية والمحلية هنا بطنجة اللي جاءوا معنا باش يغطوا هذا الحدث, هذا الإفطار الرمضاني وهذا الاحتفال فيه مسلمون ومسيحيين, ويهود في ثلاثة المناسبات الدينية: عيد رمضان, عيد الفصح المسيحي الإسبان كيقولوا سيمانا سانتا, وعيد البوريم اليهودي اللي كيحتفلوا به كذلك اليهود هذا اليوم. بداية أعطي الكلمة مسيو إيميليو اللي ضيفنا اليوم في الكنيسة. شكرا سي مسيو إيميليو, توا الكلمة على بارول مسيو إيميليو. Para mí un inmenso placer poder acoger en esta casa del obispado de Tarragona. إنه لمن دواعي سروري بأن أرحب بالجالية المسلمة في هذا البيت التابع لأسقفية طنجة, بحيث لا نتشارك الطعام وطقوس العشاء النموذجية فحسب, بل قبل كل شيء الأخوة والصداقة والمشي معا في هذه الأرض المغربية التي ترحب بنا والتي نحن بالفعل جزءا منها. أتمنى بأن يكون اجتماعا بهيجا واحتفاليا حقا, حيث يمكننا بفضل الشكر لله تعالى على كل النعم التي يمنحها لنا بأن نقضي أمسية ممتعة بثقة وسلام, مما سيجعلنا بأن نعمل على تشابك روابط أقوى بين المجتمع المسيحي والمجتمع الإسلامي والمجتمع العبري الذي يشارك أيضا في هذا الإفطار الرمضاني المشترك. شكرا. الله أكبر. في إطار الاحتفال بذكرى وفاة صاحب الجلالة المغربية محمد الخامس طيب الله تراه, والمتزامن مع شهر رمضان المبارك, وكذلك مناسبة ذكرى الفصح المسيحي وذكرى عيد البوريم عند اليهود, ثلاث مناسبات دينية تزامنت هذا اليوم ونظمناه من خلاله وبهذه المناسبة الثلاث إفطارا رمضانيا جماعيا ضم عدد من القيادات الدينية والشخصيات مسلمة ومسيحية ويهودية. نظم هذا اللقاء هنا بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة طنجة كرمز العبادة بالنسبة للمسيحيين تعبيرا عن أوجه السلام والتسامح الذي عرفته مدينة طنجة ومن خلالها المملكة المغربية بلادنا الحبيبة, أوجه التعايش, السلام, التسامح والمحبة. أختي غنقول غير واحد الحاجة غير سامبل, ماشي معنى, غير باش نقول الناس يعرفوا هنايا ثلاثة des cultures ou tlata des religions ou idikchi imken possible, c'est possible machi khsna hnaya enwerin alalam kamel achi mzyan ou kanarfo ou dayman amelna hayda ou dayman kunna mabatitna. كيفاش كتجيك الاجواء في رمضان في طنجه؟ كيف كتجيك؟ انا مسانسه, انا ملي انا خلقت هنايا كنرى في رمضان هنايا, كان قبل الكانو في سعاد المغرب وكان الغايته في الليل, كان اقل بزاف ديال الحاجات.
النفار والشفاف كل شيء كنقل اوكي الافطار مزيانه مع الديه بزاف ديال عندي صاحبتي اللي بزاف كيعرضني باش نعمل الفطار معهم ماشي ديك شي جديد. Yes, I am very pleased and honored to be invited in this event. يسعدني ويشرفني جدا بأن تتم دعوتي لحضور هذا الحدث الذي تشارك فيه الديانات الرئيسية الثلاث المسلمون والمسيحيون واليهود. وأحمل بركات البابا فرانسيس الذي يشجعنا دائما على تعزيز الحوار الديني حتى نتمكن من بناء السلام على الأرض والمساعدة في إنهاء هذه الحروب الرهيبة بيننا وتحقيق العدالة والسلام أيضا. Special office department. Una vez nada más se entrega.